السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نديروا الطعن على المحتوى على تيك توك بيتا في حالة إذا ما قبلوكش في تيك توك بيتا انضمام مبدعين. كيفاش نديروا الطعن؟ ندخل إلى حساب تيك توك، نضغط على التسجيل، ومن بعد نضغط على ثلاث شرطات، ومن بعد نضغط على اعدادات خصوصيات، ومن بعد نهبط لتحت نضغط على ابلاغ عن المشكله بهذه الطريقه خاوتي، ومن بعد نزيد نهبط لتحت نضغط على ابلاغ، ومن بعد نضغط على كيفيه ابلاغ بهذه الطريقه خاوتي، ومن بعد نضغط على ابلاغ عن حساب، ومن بعد هنا يعطيك بعض الشهادات او بعض الملاحظه، نديرو لا، ومن بعد هل تحتاج الى مزيد من المساعده، نكليك عليها، ومن بعد ننسخ هذا الكلمه، السلام عليكم، لماذا لم يتم قبول حسابي الى تقديم برنامج بناء تجريبي، ومن بعد نديرو شكرا، ومن بعد نديرو ارسال مدة نهار أو نهارين، يعاود يبعث لكم الميساج وكم ما هي المشكلة بهذه الطريقة خاوتي. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.